لو في امبير واحد بخمسة دولار انت بتركبه؟ لا والله صعب. اتوقع انه كثير على المواطن يعني، خمسة دولار ودفعة أولى $75 كثير على المواطن يعني. عم يحطوا قواطع إلكترونية على أساس 3 أمبير عم توصل على البيت، ما عم توصل 3 أمبير، عم توصل أمبيرين أمبير ونص على البيت. بتشتكي توازن ملاطية ما بدنا كوشتن يعني بجنبها بازل يعني زحمتها. بسبب انقطاع الكهرباء دام عدة أشهر على مناطق وشمال وشرق سوريا بسبب الهجمات التركية على محطات المنشآت والغاز، أصبحت المولدات أو الأمبيرات هي أساسا في حياة كل مواطن سوري لتوليد الكهرباء وقوائض حوائج منزله. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. أخي قديش دخلك الشهري فلنقول؟ دخل الشهري بالنسبة لي يعني تقريبا 400-500 ألف. لو في أمبير واحد بخمسة دولار أنت بتركبه؟ لا والله صعب. اليوم في إشاعات عم تحكي إنه في مولدة رح تنحط من 12 بالليل لسبعة الصبح، يعني بتكلفة خمسة دولار الأمبير الواحد. أيوة. ولكن دفعة أولية $75. أنت كمواطن سوري شو رأيك بالموضوع؟ والله أنا الموضوع ما مو كويس، مو زين بالنسبة للوضع، والله مو كويس. تجي $75 ورد تدفع النوب زاد $5، ليش كم ساعة يعطون؟ سبع ساعات من 12 بالليل لسبع الصبح. والله أنا ضد هالفكرة. طيب شو أنت تطالب من الجهات المعنية؟ أطالب بدل ما يسوون هيك، طالب يجهزون العنفات السويدية ويعطونا كهرباء نظامي وخلي ياخذون شيء مقبول وما في أي مشكلة. نساعد بدل ما ندفع $75 نساعد بتسوية العنفات، أصبط يكون خدمي ويخدم كل العالم ويمشي مع الشعب. يعطيك العافية. الله يعافيك. يعطيك العافية. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مركب أمبيرات ولا طاقة شمسية؟ لا أمبيرات. كم أمبير وشو سعر الأمبير؟ ساحبين 6 أمبير نحن، وسعر الأمبير أتوقع بمعدل دولار يعني دولار 15 ألف على الأمبير الواحد. اليوم نحن عم نسمع إشاعات وبعض الشكاوي من المواطنين إنه رح تتركب مولدة ليلية من 12 بالليل لسبعة الصبح بتكلفة $5 الأمبير الواحد وكدفعة أولية $75. شو رأيك بهالموضوع؟ والله هذا الموضوع ما يعني كلياتنا سمعانين فيه، أما هذا الموضوع بصراحة نتوقع أنه كثير على المواطن يعني، $5 ودفعة أولى $75 كثير على المواطن يعني، خاصة أنه دخل المواطن ما يتراوح ما بين $50 و$60 يعني كثير على المواطن بصراحة. اليوم أنت كمواطن سوري شو بتطالب من الجهات المعنية؟ نحن نطالب الجهات المعنية للحد من هالظواهر هاي، استغلال المواطن بلدنا. يعطيك العافية. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مرحبا عمو. هلا. مركب أمبيرات ولا طاقة شمسية؟ أمبيرن أمبيرن مكشانة وقلق زحمتي عم دكشينن عم تخوازن دنقيمة بكي جهي إيرو سربي تشتهاني دي ساكنين إجبر قلقي زحمتا إيرو إيشا كسي فقير أو كسي عامل إيرو غاقارات بيوينا حبسات حيصات هزارة يعني أبن بيري هني آنينا دانينا يعني تشتكي قلقي زحمتا كسي عامرة جمواطرة يعني عم تخوازن شكسك إيرو سر جهي معني تسكني بيري خسنة ده بيري سر بي واقعي بسكني وبيشان ملط بحسي جبر قلقي زحمتا وباركي قرانا سر بشتان ملط يعني وبري بي تشتيج يعني أبشار أمبيري قويرو دانا ما يعني أبقى طعي إلكتروني دانا يعني ده أمبير ونبانا ده شار أمبير يعني تشبه تخيط فصليني قلقي زحمتا يعني هم تخوازن جدي سر بي تشتياني بسكنين نخوشيكا برزورة هناك سر بسكن جبر ملط قلقي تشي. في مولدة راح تنحط من الساعة 12 بالليل لسبعة الصبح بتكلفة $5 الأمبير الواحد، شو رأيك أنت كمواطن سوري ودفعة أولية $75؟ بتشتكي توازن ملطية ما بدنا كوشتن يعني بجنبها بازل يعني زحمتها يعني حفتي $5 عمي بدن يعني كل سالة هر سالة ينو بكن عمي $25 عدن $10 عدن $15 عدن يعني كانوا بحنكي خمات كنا بين مولداتا يعني ام بيبينا ام بيبينا كسي گو سربيت تشتي سكنن گرك بجدي سربي سكن و بيشان ملت بحسن هاف تشناي قبول كرن يعني حفته $5 ابدن زحمتا گلك يعني دبيجنا مد بي برچي بند بي امشار عبقرن
ام جي جبرتينا بمرن يعني تشكي زحمتها ام بهينا سيرفيس حق سيرفيس تشتي يعني. تمام يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب وشكرا لكم، شكرا لقناه صدى الواقع السوري بدن، وشكرا لانه عم تحسوا بوجع المواطن واليوم عم توقفوا مع المواطن شيء كويس، ونحن نتشكركم على المقابله. الله يعافيكم يا رب. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. في مولدة رح تنحط 7 ساعات من 12 بالليل ل 7 الصبح بتكلفة $5 الأمبير الواحد، شو رأيك أنت كمواطن سوري؟ والله كمواطن سوري أنا أرفض هالخدمة هذه، لأن الخدمة هذه إذا بدك تركب 3 أمبير من الساعة 12 بالليل للساعة 7 الصبح $15، طيب $15 ليش ما نساهم فيها ونسوي وحدة من عنفات السويدية ونعطي كهرباء لكل المدينة؟ ليش لا نعطي حدا ونخلي حدا؟ ما يمشي الحال. يعني أنا ضد هالفكرة هذه. بالنسبة للأمبيرات، الأمبيرات هاي كلها تجار عم يحطوا قواطع إلكترونية على أساس 3 أمبير عم توصل على البيت، ما عم توصل 3 أمبير، عم توصل أمبيرين أمبير ونص على البيت. يعني القواطع كلها تجارية، ما في قاطع نظامي إنه تسحبي 3 أمبير من المولدة توصلي على البيت ويوصلك أمبير أمبير ونص. أمبير ونص ما شغل براد المكيف، بكرة جاي الصيف. الشغلة الثانية، في بعض الغرى ده حوالي معبدة، ورق قريب على معبدة كلها فيها كهرباء ساعتين وثلاثة وأربعة، ومعبدة ما اجت كهرباء. ليش ما اجت معبدة؟ يعني في هلا بعض القرى ما فيهم امبيرات، كهرباء نظامي عم تجي هون، عم تجي 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات. في عندك عرعور، في عندك طويبة، في عندك شيرو، في عندك الصالحية، في عندك دوكركة، في عندك القرى الشمالية كلها عم تجي الكهرباء نظامي، ليش معبدة ما تجيها؟ ومعبدة سكانها أكثر من القرى، يعني ليش الامبيرات؟ يعني كل 2-3 يشتركوا مولدة $5,000-$6,000 يجيبوا مولدة ويتاجروا على حساب الشعب. أنا أرفض الفكرة هذه. نعم. أنت كمواطن سوري شو بتطالب من الجهات المعنية؟ أطالب من الجهات المعنية إنه تلاقي حل هالمشكلة هاي. يعني عوض ما يشتركوا 100 بيت أو 200 بيت بالمولدة اللي من 12 لل 7 الصبح يدفعوا كل واحد $75 اشتراك و $15 أمبيرات، هاي $90. إذا 100 بيت اشتركوا هاي يجمعون $2,000-$3,000 يصلحوا واحدة من العنفات ويوزعوا كهرباء لكل الشعب. ليش لا يعطي أجيب تاجر نتقاسم المربح أنا وياه على حساب الشعب؟ ما في. يعني المسؤول عنده ما تفرق معه، يركب طاقة ويجيب مولدة يركب، بس الفقير منين يبدي يعيش؟ يعني مثل هسه أنا حكايتي هاي يوميتي بالمحل 20-30 ألف، أنا منين بدي أركب أمبيرات $15 بالشهر؟ $15 $250,000، منين بدي أجيب 250,000؟ تلحق مصروف ولا أجار بيت ولا لا موظف، لا عندي وظيفة، لا عندي شغلة، لا وين بدي، من شلون بدي أعيش؟ من وين بدي أعيش؟ ما حدا يعيشني. اللي تروح تدق الباب عليه يقول لك أعطيني كاس السكر، يقول لك والله ما عندي. دبر حالك. دبر حال مين دبر حالي؟ لا احنا مسؤولين، لا عندنا وظيفة، ولا عندنا رواتب، ولا احنا تجار، ما نقدر على هالشيء هذا والله. وأطلب من الجهات المعنية إنه تلاقي حل للقواطع الإلكترونية حصراً. قواطع الإلكترونية حصراً ما عم توصل أمبيرين أو ثلاثة على البيت. في ناس سحب 20 أمبير عم توصل لعنده على البيت 15 أمبير، ليش؟ 5 أمبيرات وين يروحوا؟ يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. يعطيك العافية. الله يعافيك. تعرفنا عن نفسك؟ عبد السلام برجس، رئاسة مشتركة لبلدية الشعب في قركيلقي. أهلا وسهلا أستاذ. أستاذ فيك تحكي لنا عن قانون المولدات بشكل عام؟ قانون المولدات بالنسبة لناحية قركيلقي مقرر 8 ساعات للمولدات، لأنه الكهرباء كان متوفرة، كهرباء النظامية كان طبعا صار خلل بالكهرباء بعد هجمات الدولة التركية على البنية التحتية للمنطقة بشكل عام، والعنفات بشكل خاص العنفات السويدية، لذلك ظهر خلل في خدمات من ناحية الغاز والكهرباء وبنية تحتية بشكل عام تأثرت بهالهجمات العدوانية على مناطقنا. 8 ساعات هي حسب قوانين الإدارة الذاتية بشكل عام يقدم مازوت خدمي بسعر رمزي للمولدات، لذلك نقدر نتحكم بأسعار المولدات حسب جميع المناطق. هلا كل أمبير عندنا بقركيلقي 13,000 ليرة سورية حق أمبير واحد بقركيلقي،
وعم يشتغلوا 8 ساعات. توزيع ساعات الأمبيرات حاليا من 10 إلى 12، من 3 إلى 5، من 7 إلى 9، ومن 10 إلى 12 حسب الظروف وحسب السوق. بقركيلقي وزعنا بتنسيق مع المجلس والكومين، وعملنا هالتوزيع للكهرباء حاليا لخدمة الشعب ولخدمة المواطن. طيب أستاذ، نحن سمعنا أنه في مولدات رح تنحط مسائيا من الساعة 12 بالليل للساعة 8 الصبح. اليوم المواطن يعني من وين بده يجيب هالشي، وفي صحة لهالكلام؟ هلأ بالنسبة أنه والله في بالدولار وينحط المولدات، هيك شيء لا زال لا يوجد شيء بقركي لقيه بالنسبة لبلدية الشعب وبالنسبة لمجلس الناحية، لا يوجد هيك قرار عندنا. لأنه أول شيء ما في اشتراك للمولدات، خلي المواطن يكون مطمئن. هلأ إذا ولنفترض الشعب أو الكومين وافقت أنه تنحط مولدة، هداك الوقت مولدة تيجي لعندنا حسب الشروط، حسب مصلحة الشعب راح نناقشه. أما أنه 5 دولارات أو اشتراك 100 دولار، بلدية ما راح تقبل هيك شغلة، لأنه المولدات الخدمية اللي تخدم الشعب ما في اشتراك للمواطن يدفع اشتراك للمولدة، لأنه المولدة لازم ينحط بدون اشتراك. لأنه بهالحالة هاي المولدة الخاصة نهائيا ما في اشتراك، المواطن ما نقبل أنه المواطن يعطي اشتراك. لازم الكومين يعطي قرار بهالموضوع هذا، على هالضوء هذا هداك الوقت المولدة تيجي على البلدية ونعطيه الرخصة حسب قوانين المولدات. وفي قانون عندنا بقانون المولدات يحق للمستثمر يجي على البلدية أنه كم ساعة يقدر يمول المنطقة بالكهرباء. بعد 8 ساعات يختلف أسعار المازوت، لأنه هلا الإدارة تقدم بـ8 ساعات مازوت خدمي، بعد 8 ساعات يصير مازوت بسعر ثاني. لهيك نقدر نتفق مع المستثمر بتقديم الخدمات لشعبنا حسب الظروف اللي نحن هلا نمر فيها، لأنه الشعب كمان محتاج. نحن مقبلين على الصيف، لهيك ما في هالقرار هذا عندنا نهائيا. طيب ما مست اليوم كقطاع خاص ولا عام والبلديات بشكل عام، عندكم خطة مستقبلية لحل أزمة الكهرباء في شمال وشرق سوريا؟ والله هلا نحن بهالصدد هذا، أما بنحدد إنه كيف بدنا ندعم الشعب بالكهرباء، هاي بدها دراسة وتعاون بيننا وبين المجلس وبين الإدارة العامة كمان حتى نقدر ناخذ هيك خطوة. لأنه حسب الظروف والإمكانيات والبنية التحتية اللي تحطمت من قبل الدولة التركية، إمكانيات الشعب عفوا إمكانيات البلدية غير متاحة ندعم الشعب بالمولدات. أما في اقتراح إنه الشعب كعمل شعبي بدل مثلا، هلا انت ذكرتي بانه 100 دولار بدل ما ادفع 100 دولار لمستثمر، انا ادفع 100 دولار وانا اجيب لي المولده، هذاك الوقت نقدر حتى نناقش بدعم المازوت الخدمي كمان للشعب بهالموضوع هذا. طيب اليوم اذا في مستثمر من قطاع خاص وحب يستثمر، شو الشروط المعينة اللي راح تكون موجودة أو أي عقبة موجودة أمامه؟ لا يوجد عقبات أمامه، فقط يختلف سعر المازوت بنسبة لـ 8 ساعات، يعني يقدر يشغل 8 ساعات، بعد 8 ساعات يختلف سعر المازوت، هذاك الوقت على سعر المازوت نقدر نتفق. وإذا شغل 8 ساعات بالتكلفة نفسها؟ لا، لأنه قرار حسب القانون المولدات، قرار أنه أكثر من 8 ساعات، لأنه ذكرت لك أنه قبل كان كهرباء متوفرة دعم مازوت الخدمي لـ8 ساعات، بعد 8 ساعات ما في قرار بهالموضوع هذا. أنه تواجد المستثمر أنه يشغل بعد هـ8 ساعات، نقدر نتواصل على قرار مع بعض بموضوع بخصوص السعر الأمبيرات. شكرا استاذ، الله يعطيك الف عافيه. الله يعافيك، نتشرف فيكم.